تجربتي رضاء تاما. وتشير الحكاية إلى أنه في عام 1972 أصيب عاصي بنزيف في المخ وتدهورت حالته بشكل أدى إلى دخوله المستشفى، بينما كانت تلعب فيروز دورا في مسرحية المحطة للأخوين رحباني. ولهذا كتب منصور الرحباني كلمات أغنية تعبر فيها فيروز عن حزنها لغياب عاصي لتغنيها في المسرحية. وقام زياد الذي كان يبلغ من العمر حينها 17 عاما بتلحينها. كتب منصور الرحباني كلمات أغنية سألوني الناس، وهي تعبر عن اشتياق فيروز لزوجها المريض، وتولى زياد التلحين. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذها الهوى، بعز علي غني يا حبيبي، والأول مرة ما منكم سوا. تعبر القصيدة عن صدق عاطفة متوثبة ومشاعر فياضة في قلب حبيب يريد لقاء حبيبه بعد فراق أو طارئ ألم به. سألوني الناس عنك سألوني، قلت لهم راجع اوعى تلوموني، غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني. فأي محبة هذه التي تجسدت في كلمات بسيطة عميقة المعنى والإحساس؟ شاءت الأقدار أن تحقق الأغنية نجاحا كبيرا، لكن عاصي بعد تماثيله للشفاء انزعج من الأغنية لشعوره بأنهم تاجروا بمرضه، وقرر إلغاءها من المسرحية، لكنه عدل عن قراره لرؤيته النجاح الكبير الذي حققه العرض. ولم تتوقف قصة تلك الأغنية عند ذلك الحد، لكن كان لها حكاية أخرى مع فيروز بعد ذلك، حيث عادت جارة القمر غناءها مرة ثانية، لكن هذه المرة بدون عاصي الذي وافته المنية في 21 يونيو عام 1986. وعندما بدأت في الغناء وعند مقطعه الأول مرة ما بنكون سوا، بكت فيروز، ويبدو أن سألوني الناس ستظل محلا للحكايات والقصص كثيرة. في ندوة استذكارية ثقافية أسهم فيها عدد من النقاد والشعراء والدارسي، احتفى بيت المدى للثقافة والفنون مؤخرا بشعر الراحل رشدي العامل. يعني هذا الجيل المسمى مجازا للجيل الضائع هو تعبير عن مخاضات، أو بمعنى أدق تعبير عن العتبة الأولى للتحولات التي حدثت في الظاهرة الثقافية العراقية. رشدي العامل واحد من الرموز التي أسهمت في بناء الصرح الوطني للبلاد، واحد من جيل الشعراء الذين زاوجوا بين النزعة الثورية والرومانسية التعبيرية، خاض تجربة لها خصوصيتها انعكست على كتاباته الشعرية ورافقته حتى وفاته. رشدي العامل كان صديقي، هو وأخوه ماجد العامل، مع الأسف لم يذكر عن ماجد أيضا شاعر تقدمي، ورشدي أيضا، وأخوهم الثالث رسمي العامل صاحب مطبعة الجاحظ، وقد طبع لي كتابي الأدب العربي لهام التنقر، أذكرهم دائما باللطف والمحبة، وأنهم كانوا محبين للناس وفي أدبهم وحياتهم الإنسانية. آخر ما رأيت صديق رشدي كان شبه مشلول، يتكئ على عكازتين، ومعه ابنه علي، وكنت أردت أتلاطف مع علي
فقال لي رشدي لا أتركها إلى غير وقت. محاضرة اليوم في دار المدى مشكورة هذه الدار عن الشاعر العراقي رشدي العامل، هذا الشاعر الذي إذا ما أردنا أن نعدد أسماء الشعراء الغنائيين فإنه ربما سيأخذ المرتبة الأولى، سيحتل الرقم واحد بين هؤلاء الشعراء، مع العلم أن غنائيته كانت غنائية إنسانية، كانت رومانسية هامسة، فهو لم يعتد على الشعارات والطرح الأيديولوجي، مع العلم أنه كان ملتزماً أيديولوجياً، كان بعيداً عن الانتهازية إلى آخر يوم في حياته، فكان مثال الشاعر الذي يطرح أفكاره بشكل شعري يمتلك الشعرية والشاعرية. تبرع رشدي بثمن أرضه إلى العمال، واحتج إذ كان في غاية العبوس على زيادة رواتب المحررين في جريدة طريق الشعب آنذاك، ورأى من الحق أن تصرف هذه الزيادة على عمال المطبعة، فهم أولى بها لكدهم وسهرهم على إخراج المطبوع. اعتادت مؤسسة المدى بالاحتفال بعباقرة العراق من علماء وأدباء وشعراء، واليوم تحتفل المدى بشاعر من شعراء القرن العشرين وشاعر عراقي عرف بالرومانسية وولد في هيت وينتمي إلى الديانة النصيرية في هيت، وكان شاعراً مبدعاً، وتكلم عنه الأستاذ علي الفواز بإسهاب عن حياته وعن وفاته وعن أصدقائه وكيف كان مبدعاً. لكن ما يجعل خصوصية رشدي العامل ويوسف الصائر وحسن وسعد يوسف أنهم اقتربوا من الأيديولوجيا، أي أنهم زاوجوا ما بين النزعة الثورية والنزعة الرومانسية التعبيرية. يعني دائماً نجد أن الخطاب الشعري بقدر ما في هذه الشحنة الثورية لكنها شحنة شفيفة فيها حميمية، فيها درجة عالية من الغنائية وأيضاً درجة عالية من الرومانسية. شكراً للمدى على هذه الأسبوعة الجميلة التي تناولت الشاعر الراحل رشدي العامل. ورشدي العامل كغيره من الشعراء الملتزمين كان ضميرا للشعب ويعبر عن وجدان الشعب، هو كالمفكر كما أن المفكر هو ضمير الشعب ووجدان الشعب، كان رشدي العامل وجيله من الشعراء الملتزمين ضميرا للشعب العراقي ورائدا من رواد فكره الملتزم الجميل. من مجاميع رشدي العامل الشعرية همسات عشتروت، عيون بغداد والمطر، هجرة الألوان وغيرها الكثير، ولقصائده خصوصية في التحول تكمن في كونها حملت هموم المواطن والمثقف في مرحلة مضطربة سياسيا. رشدي العامل ودع عالمنا قبل ربع قرن من الزمان. المنجز القصصي والروائي للكاتب الراحل نعمان مجيد وجوانب من حياته. كان موضوع الندوة التي أقامها الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. تميز أسلوب الراحل بالهدوء والاسترسال دون ما ضجيج أو افتعال، ولعل ذلك ما يشير إلى شخصيته المتسمة بمثل هذه الصفات كذلك.
قارئ أدب نجيب نعمان مجيد يدرك وبصورة جلية التدرج الفني في التجربة والحرص الدائم على تقديم الجديد فيها. استذكار الكاتب والقاص والروائي نعمان مجيد الذي عرف عنه بأنه انحدر من أسرة مبدعة في مجال الأدب والعلم وتتسم بحس الوطنية. يحتفل اتحاد الأدباء هذا اليوم بالقاص الكبير والروائي الكبير نعمان مجيد الذي غادرنا في التسعينيات من القرن الماضي. بصراحة القاص نعمان مجيد من الأسماء المتميزة في المشهد السرد العراقي لا سيما في فن القصة القصيرة، وأنا شخصيا من الأشخاص الذين تأثروا به وقرأت له ما تمكنت من قراءته وما تمكنت أنه حصلت عليه في حينه. وأذكر أني تعرفت عليه في بداية التسعينيات، يعني حوالي سنة العام 92-93 تعرفت عليه شخصيا، لكني كنت قد أقرأ له قبل ذلك. وجدته إنسانا رائعا بمعنى الكلمة وإنسانا خلوقا، بالإضافة إلى كونه مبدعا. وتحدثت معه عن قصة واحدة له أعجبتني كثيرا، هي أعمق الساعات صمتا التي اتخذت منها مجموعته أعمق الساعات صمتا اسمها. وهذه المجموعة صدرت أواخر الثمانينيات، تكلم فيها عن قصة الشهيد في العام في سقط في حرب عام 67، وصورها بتصوير إنساني رائع من خلال مأمور يأتي العائلة ليخبر يخبرهم بأنه ابنهم شهيد. حقيقة هذه القصة تركت أثر كبير في نفسي وتحدثت معه فيها. نعمان مجيد الله يرحمه كان مثقف موسوعي وكان أديب رائع وكان مرتبط بقضايا الشعب وقضايا الوطن وقضايا القوى المسحوقة والمظلومة، وطور القصة وطور الرواية بأساليب حديثة كانت يعني واقعية سحرية. ولو لم يأخذه القدر لكان كاتبا كبيرا على مستوى العالم كله وليس على مستوى العراق، ولكنه ذهب في غير وقته. ندوة تمحور الحديث فيها حول شخصية مجيد كونه رمزا من رموز نهوض القضية العراقية الحديثة في أواخر القرن الماضي، فضلا عن كونه شاعرا شعبيا في بدايات مسيرته الأدبية. نعمان مجيد من حسن حظه أن له من يعمل في الوسط الثقافي. حينما رحل نعمان مجيد كان قد أصدر مجموعتين قصصيتين ورواية واحدة، وبعد أن رحل عام 1996 صدرت له روايتان ومجموعة قصصية واحدة. نعمان مجيد قاص وروائي ستيني، يعني محسوب على فترة ستينيات القرن الماضي، أي أنه عاش في فترة ملتبسة وشديدة التعقيد بالحقيقة. هذه الفترة تأثرت بها العراق انطلاقا من الأحداث التي جرت في أوروبا، خاصة ثورة الطلبة والأفكار الجديدة التي طغت على العالم، التي سادها التمرد وسادها يعني الأفكار الجديدة. لكن نعمان بقي محافظا على يعني تحفظه وأفكاره الاجتماعية رغم ذلك، يعني فكان قادرا على احتواء حتى الأفكار التي لا يؤمن بها، بل يتعامل معها بشكل مرن وبشكل استيعابي دون أن يتأثر بها. أعتقد أنه الاحتفاء في نعمان مجيد هو نوع من المأثرة له شخصيا لمكانته في القصة القصيرة بالذات في العراق، مع أنه كتب أيضا الرواية، لكنه يعتبر من الأسماء البارزة في مجال السرد العراقي في القصة، كونه برز من أواخر مرحلة الستينات في بداية السبعينات، ويعاد على الجيل السبعيني بنفس جديد بروح جديدة وبلغة أخرى غالبا ما يكون قريبا من الواقع، وغالبا ما يكون الهم السياسي أو الهم العام الذي يشكل محور أحداث العراق يغلب في قصصه، لكن مع ذلك بقى صوتا منفردا في هذا المجال. عملية استذكار نعمان مجيد هي ضمن هذا الإطار، هو إعادة قراءة للتاريخ العراقي
وإعادة قراءة للسرد العراقي بشكل آخر بشكل مغاير. نتمنى فعلا أن ننظر إلى هذه الأسماء وإلى هذا الإنتاج كونه نوع من التعزيز إلى الثقافة العراقية. لنعمان مجيد مجاميع قصصية كثيرة وروايات منها نشرت في حياته ومنها ما نشرت بعد وفاته، مثل أعمق الساعات صمتا ورواية الزمن الرمادي والأعوام الحجرية. المدن مرآة لتاريخ وحضارة وثقافة شعب وعمران مجتمعي، ولهذا العدد اخترنا لكم الخرطوم، المدينة التاريخية وعاصمة السودان، لنسلط الضوء على معالمها وتاريخها. الخرطوم هي عاصمة السودان وحاضرة ولاية الخرطوم، تقع عند نقطة التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق ليشكلا معا شمال النهر النيل، وهي مركز الحكم في السودان. ويوجد بالمدينة العديد من الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية المختلفة ورئاسات الشركات والبنوك الوطنية وفروع الشركات الأجنبية. يرجع تاريخ تأسيس الخرطوم كعاصمة إلى العقود الأولى من القرن التاسع عشر أثناء فترة الحكم العثماني المصري في السودان، حيث اتخذت عاصمة للبلاد، إلا أن تاريخها كموقع استيطان بشري أبعد من ذلك بكثير، فقد تواجد فيها الإنسان منذ العصر الحجري، كما كان موقعها موطن حضارة قديمة عرفت بمملكة علوة. وشهد القرن الماضي أول مرحلة من مراحل ازدهارها عندما شيدت العمارة في العهد البريطاني المصري على النسق المعماري الإنجليزي، والذي لا يزال ماثلا للعيان في الأبنية القديمة بجامعة الخرطوم وبعض المرافق الحكومية المطلة على النيل، وتحول بعضها إلى متاحف مفتوحة للجمهور وفي بعض الجسور القديمة المقامة على نهر النيل، ولتربطها بما يحوط بها من مناطق حضارية. وتتميز المدينة بموقعها الاستراتيجي في وسط السودان، حيث التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض الذي جعل منها منطقة جذب سياحي تزخر بالمعالم الطبيعية والأثرية ومحور نقل واتصالات محلية وأقليمية. واختلفت الروايات حول سبب تسمية المدينة بهذا الاسم وحول أصل التسمية ومعنى اللفظ، فهناك من يقول بأن التسمية ترجع إلى شكل قطعة الأرض التي تقع عليها المدينة والتي يشقها نهري النيل ويلتقيان فيها مع بعضهما في شكل انحناعي يرسمان بينهما قطعة أرض أشبه بخرطوم الفيل، وهو الرأي الراجح. والخرطوم هو أيضا اسم لأنف السبع أو الفيل، وهو ما يتماشى لغويا مع معنى تسمية الخرطوم. تأسست الخرطوم كمدينة على يد الجيش التركي المصري في عهد الخديوي محمد علي باشا، عندما أرسل جيشه لضم السودان إلى ملكه بقيادة ابنه الثالث إسماعيل كامل باشا عام 1821، واتخذها الأتراك في البداية معسكرا لجيوشهم، ثم تحولت إلى عاصمة لهم في عهد عثمان جركس باشا البرنجي عام 1824، وذلك بعد تعيينه حاكما على السودان خلفا للحاكم محمد بك خسرو الدفتر دار. بدأ الأتراك في بناء المدينة على طراز معماري جديد، فشودت المباني من الطوب الآجر وأقيمت مباني الإدارات. في الفترة التي تلت استقلال السودان في عام 1956، شهدت الخرطوم عدة أحداث وفعاليات سياسية ووطنية وإقليمية ودولية. استضاف الملتقى الإذاعي والتلفزيوني وعلى قاعة الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الفنانة القديرة نهدى الرماح. تحدثت الفنانة عن مسيرتها الفنية وبداياتها في المسرح والسينما، لنتابع. كانت جريئة في عالم التمثيل النسوي في العراق، اختارت بوعي كبير انتماءها المتميز إلى مدرسة المسرح في العراق، فرقة المسرح الفني الحديث. ناهدة الرماح فنانة مسرحية وسينمائية رائدة، وبتجربة فنية طويلة بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي في فيلم من المسؤول، الذي أكدت من خلاله موهبتها وجرأتها في عالم التمثيل النسوي في العراق. ناهدة الرماح ممثلة رائدة وكبيرة وعملاقة، رائدة من رواد المسرح العراقي والتلفزيوني. طبعاً أني أنال الشرف في 2007 بعد 30 سنة من رجوعها لبغداد أن أشتغل لها عمل، وهو عمل صوت وصورة على مسرح الوطني، واشتغلناه
بكربلاء وبحلة. لكن أني أعلق على كلامها، قالت ماكو حضور، بالعكس كان الجمهور كلش جميل. حتى بكربلاء من اشتغلنا كان الجمهور فعال جدا ومتعاطف مع ناهد الرماح. نفقد طبعا أكيد نفقد هيك ممثلة رائعة، لكن الظروف يحكم علينا. أتمنى لها الصحة والعافية، وأقول أني محظوظة جدا بأنه عملت معنا هذا الرب. أشكر حتى أذكر، يعني أنا أعتذر، أنا دخلت بسط هؤلاء الناس العظماء المبدعين الشرفاء الناكرين ذاتهم، كان أكو تآلف كبير، محبة. من دخلت فرقة المسرح الحديث كان يجي فؤاد التكرلي ويجي جواد سليم يسوي لنا ديكور، يجي فؤاد التكرلي ينظم القاعة وينظم المسرح، يجي مظفر النواب يوقف بالباب ينتظر الناس. اليوم كان ناهدة الرماحة الفنانة الكبيرة، شاهدت يمكن الطاقة الكبيرة اللي عندها لحد الآن، بعدها بنفس النشاط، بعدها بنفس القوة، بعدها بنفس الإرادة الجميلة، وتستطيع أن تكون على خشبة المسرح، وتستحق وهي بهاي العمر أنه تكون على خشبة المسرح. أشوف بها كل شباب، ما أشوف بها أنه هي ممكن امرأة كبيرة بالعمر، لا بالعكس، كلها شباب، كلها حيوية، كلها قدرة على أنه تؤدي أفضل الأدوار على المسرح. حرامات هكذا فنانين، هكذا فنانات ما عندهم يعني ماكو تقدير لهم من قبل الحكومة، ماكو فرصة لهم على خشبة المسرح. المسرح الآن وصفته هي بأنه مصاب بشلل الأطفال، أعتقد وصفها كان جدا دقيق. بدأت تجربتها المسرحية مع فرقة المسرح الفني الحديث عام 1957 في مسرحية الخرساء، وأثبتت جدارة إلى جانب الجيل المؤسس لتلك الفرقة، فكانت قامة موازية لفناني جيلها. حقيقة يعني يضيف للنفس دافع للفنانين الشباب بأن يقدمون، وأيضا زهو بالنسبة للفنانين الكبار اللي يشعرون بأنه أكو ناس تتابعهم وأكو ناس تهتم بهم. اليوم احتفالنا بقامة كبيرة من قامات المسرح وفنانة كبيرة هي الفنانة نادى الرماحي. هذه الفنانة الكبيرة التي أعطت بصرها على المسرح، قدمت أعمال تلفزيونية، أعمال إذاعية، أعمال مسرحية، وهي من الجيل الأول اللي دخل عالم الفن في الوقت اللي كان معيب الرجل أن يدخل هذا العالم، ولكنها استطاعت أن تقدم أعمال كبيرة واستطاعت أن تثبت وحتى وصلت إلى العالمية بعطائها وأعمالها. أنا حيران وأنا حيرة، أنا زوجها، أنا أريد طفل، وهو يقول لا لا لا، وأنا أقول إي يا ناس أقول جميل طفل، لا ماكو، لا عدليش ما تريدي تصير عندي طفل حالي على العالم. ناهد الرماح طاقة فنية متفجرة، لا زالت مستعدة للعطاء والإبداع في كل الساحات والمنابر. شخصيات نبغت في مجالات الفكر والأدب والفن، وتركت بصمتها الواضحة في الثقافة والحياة. هؤلاء هم أعلام العراق، ومنهم العلامة والمربية الأستاذ الدكتور أحمد ناجي القيسي. في 16 من حزيران عام 1987 رحل العلامة والمربي الأستاذ الدكتور أحمد ناجي القيسي، الذي عرفته الأوساط التربوية والعلمية عالما دؤوبا، متفانيا أضاء بعلمه وما ترجم أجيالا من أبناء العراق والأمة العربية، كما عرف رحمه الله محققا ثبتا لا يرقى الشك إليه. ولد المرحوم الدكتور أحمد ناجي عبد الرزاق القيسي في بغداد عام 1919، وأنهى دراسته الابتدائية والثانوية فيها عام 1942، ثم دخل دار المعلمين العالية في بغداد، وتخرج فيها حائزا على شهادة الليسانس في اللغة العربية بمرتبة الامتياز، فعين محاضرا فيها، ثم حصل على بعثة علمية لدراسة الأدب الفارسي واللغة الفارسية في كلية الآداب جامعة طهران،
فنان ليسانز الآداب عام 1953، ودرجة الماجستير في الآداب الفارسي عام 1954. بعدها منح إجازة دراسية للحصول على شهادة الدكتوراه في الآداب الشرقية جامعة القاهرة، فنالها بمرتبة الشرف الأولى عام 1965. شغل رحمه الله عددا من الوظائف التدريسية، منها مدرسا معيا في دار المعلمين العالية عام 1947، ومدرسا على الملاك الثانوي عام 1949، ومدرسا في عمادة كلية الآداب والعلوم عام 1954، ثم رقي إلى مرتبة أستاذ مساعد عام 1956، ونسب قائما بمهام التفتيش الاختصاصي في وزارة المعارف العامة عام 1959 وزارة التربية، ورقي إلى مرتبة أستاذ عام 1965، وقام بمهام عمادة كلية الشرقية عام 1966، وعمادة كلية الإمام الأعظم وكالة عام 1967، ثم عرضت خدماته للعمل في جامعة المستنصرية لفترة 1972 إلى 1975، وأصبح أستاذا متمرسا في كلية الآداب جامعة بغداد عام 1976، اختير عضوا عاملا في المجمع العلمي العراقي عام 1977، وعضوا مؤازرا في مجمع اللغة العربية الأردني منذ عام 1980. يتقن رحمه الله العربية والفارسية والإنجليزية، ومن أهم مؤلفاته النحو الإعدادي، المطالعة العربية، كتاب البخلاء للخطيب البغدادي، حققه بمشاركة الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي، فريد الدين العطار وكتاب منطق الطير، ترجم عن الفارسية كتاب سياسة نعمة نظام الملك بمشاركة الدكتور عبد الهادي محبوبة، حقق كتاب الفتوة لابن العمار محمد بن أبي المكارم الحنبلي البغدادي بمشاركة الدكتور مصطفى جواد والدكتور محمد تقي الدين الهلالي والدكتور عبد الحليم النجار، حقق كتاب التمام في تفسير أشعار هذيل مما أقفله أبو سعيد السكري لأبي الفتح عثمان بن جني بمشاركة الدكتور أحمد مطلب والدكتورة خديجة الحديثي، كتاب الوفيات للأصبهاني حققه وعلق عليه بمشاركة الدكتور بشار عواد معروف، دقائق التصرف لابن سعيد المؤدب حققه بالمشاركة مع المرحوم الدكتور حاتم الضامن والدكتور حسين تورال، ترجم إلى العربية كتاب منطق الطير للشاعر الصوفي فريد الدين العطار وغيرها من المؤلفات والتراجم. على قاعة بغداد في نادي الصيد وبحضور إعلاميين ومهتمين بالفن التشكيلي، أقيم المعرض الشخصي 8 للخزافة والرسامة زينب عبد الرزاق المبارك. لوحات زينب المبارك دخلت خوالج عالم الريشة والألوان، أخذة بالاعتبار متطلبات عالم الرؤية، فتتمازج الألوان والخطوط لبداية تستمد منها المنبع والمعنى. والله الحقيقة أنا كلش سعيدة، لأن الفنانة زينب المبارك فنانة أولاً مبدعة، ثانياً غنية. هذا المعرض الثاني خلال شهرين، فهذا الحقيقة معناته أنه هي فنانة غنية، فنانة معطاءة. بس الأهم من هذا، أني اللي أحب أن أقوله الحقيقة، الحركة الفنية على الرغم من ماكو كل دعم إلها بالعراق، ولكن الناس ده تحاول، لأن العراق هو من القدم هو الحقيقة غني بالفن والمثقفين. فيسعدني كل شهواية إنه ناس تأخذ على عاتقها إقامة المعارض، إقامة الفن، والفن هو الحقيقة لغة الشعوب. والكل اللي أقدر أقوله، الله يخلي فناني العراق، والله يخلي العراق، والفن هو دائما يبقى، والسياسة هي الزائلة. هذا المعرض منوع طبعا، هي استخدمت أكثر من تقنية بالزيت، واستخدمت السكينة، واستخدمت ليتوغراف أيضا، وبعض السكيتشات التخطيطات، فشي لطيف بروحية عراقية واضحة.
الشيء اللطيف والملفت للنظر نهوض هذا المجمع الثقافي الفني الكبير بالعراق، وبخاصة الفنانة المحترمة. الآن الشباب مفروض ينهلون من هذا الفن. أنا دائما كنت سابقا يعني أحضر معارض، لكن هذا المعرض أحس فيه متميز لوجود بعض اللوحات، ولو هي أغلبها متميزة، لكن بعض اللوحات فيها الجانب النسوي ومعاناته في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى تميزه في العطاء. ولا اللوحات كان فيها شيء معاصر وشيء تاريخي، وكان كثير في تطور، وفي كمان داخل في بعض اللوحات الخط العربي. والأستاذة زينب هي بالفن بالوسط الفني مدة طويلة، وهي زي أم لي من أنا كنت صغيرة، فأنا انبسطت بالأجواء، واللوحات كانوا يعني واحدة أحلى من الثانية. Everything is was wonderful يعني perfect. So أنا إن شاء الله أنا استمتعت، فإن شاء الله الحضور يستمتع. طبعاً أنا خريجة معهد فنون جميلة فرع جرافيك. الجرافيك هو يتحكم باللون الأسود والأبيض فقط، بس أنا أحبيت لأنه والدتي كانت خريجة أمريكا فنون تشكيلية، وإحنا كليتنا نرسم. أنا من أرسم ما أعرف شلون تجي الفكرة، مرات استعين بالاشعار، مرات استعين بالهاي المعلقات المشتغله، هاي معلقات المعلقات تعرفها، ومرات تجي ايحاءات ميتافيزيقيه او خياليه. شلون اتخيل الانسان انه مذهول، شلون راح يصير مصيره بالنهايه، او شنو يعني شنو المصير اللي راح يصير، فما اعرف شلون اجسدها بشكل وجوه صامته من الصمت، لانه ما يعرف الانسان ايش راح يصير بي بالاخير. رسومات تركزت في صميمها الروح والحياه في صراع لغرض التحرر من التقليد بشكل يمثل ظاهريه الروح في تحررها من القيود القديمه. تحت عنوان لمسات عراقية، أقامت دار الأزياء العراقية عرضاً فنياً يوثق الفلكلور العراقي مع سوق لعرض التصاميم، بالإضافة إلى افتتاح متحف الدار. لنتابع. لمسات عراقية كان عنواناً للحفل الفني الذي أقامته الدار العراقية للأزياء بمناسبة افتتاح السوق العراقية للأزياء. اليوم هذه الخطوة رسالة إلى داعش، رسالة إلى الإرهاب، رسالة إلى كل دول العالم إنه العراق لا زال بخير، إنه العراق عنده حضارة، إنه العراق لا زال يحتفظ بفنه بصرحه الثقافي، إنه ما انكسر. احنا حش الثقافي مثل ما اكو حش الشعبي، احنا حش الثقافي لدحر الارهاب. لازمنا نهتم بفننا بفلكلورنا. هذا الاقبال المنقطع النظير دليل على انه الناس ما خايفه دا تجي دا تتوافد، ما خايفه من مفخخاتهم من تهديداتهم، ما يرجعونا الى عصر الجاهليه وعصر الكهوف. لا، لازمنا هاي حضارتنا، هذا فلكلورنا، هذا عراقنا، عراق الفن، عراق الحضاره. قد فات وقتا كبيرا على مشاهدة تلك الألوان الجميلة، اللوحات الفنية نراها على قماش أصم، نراها على قطعة سوداء أو حمراء أو خضراء لا تعني شيء، لكن الفلكلوري العراقي أعطاها ومنحها النكهة والنطق والجمال. هذا أولا هو تحدي، والحكومة بالتأكيد تتحدى الحروب، تتحدى الإرهاب، تتحدى كل الأمور السلبية. ورغم الوضع الأمني السيء، تلاحظ اليوم
سيداتنا ورجالنا ذكورا وإناث مرحبين بهذا أو بتلك المساحة الصغيرة التي فيها معاني كبيرة، معاني من التحدي، معاني من الخلق، معاني من الإبداع. هي في الخطوة جبارة حلوة من أستاذ عقيل المندلاوي اللي قام بها، وهاي التصاميم كانت شلون يقولون فترة طويلة من المديرة المؤسسة فريال الكليدار اللي لها دور الكبير، وكل المدراء اللي جوي أيضا خلوا بصمة في هذا الدار، لكن أستاذ عقيل المندلاوي أخذ هاي الخطوة لأخذ في الدور لنشر التراث العراقي، لنشر التراث البغدادي وكل ما يتعلق بالزخارف الموجودة الإسلامية والبغدادية، حتى كل العراقيين أنه يعني يشوفون هذا العمل اللي دا يقوم به دار الأزياء العراقية. حضور أكثر مما أقول أنه هو رائع، لكن الأروع لو كانت هناك رعاية وتبني لثقافة العراق في الأزياء والتصميم. تسألني إن كان إلي علاقة بموضوعات الأزياء، اسمح لي أن أقول كلمة، أنه الذوق لا يعني أن أكون متميزة ومختصة بالأزياء، الذوق يعني ثقافة والحضارة. العراق هنا يشهد كل الحضارات بكل زي، كل زي يتكلم عن منطق، عن صورة، عن مشهد، عن فيلم من أفلام حضارة العراق. افتتاح السوق العراقية للأزياء خطوة جسدت إبداعات وتصميم فناني الدار، والتي جاءت بهدف الترويج لمنتجات الدار والارتقاء بالذائقة الوطنية والجمالية العامة. والله لعلها هي من أهم الخطوات، يعني افتتاح السوق العراقي للأزياء وإتاحة منتجاتها الإبداعية أمام المواطنين، أمام دور الموضة والأزياء في العراق وحتى خارج العراق، خطوة مهمة جداً. راح تعزز ثقافة اعتناء المنتوج العراقي لدى المواطن العراقي، نتيجة ما تحمل الدار من سمعة على مدى 4 عقود، وممكن أن تدخل كمنافس حقيقي وربما وحيد خصوصا في مجال الأزياء التاريخية والتراثية في السوق العراقية. ربما هنالك عقبة راح تكون في تكثيف وزيادة الإنتاج اللي عندنا، وهذا ممكن أيضا حله حاليا بالتعاقد مع جهات قطاع خاص أو قطاع عام حسب قانون الدار، من أجل أن ينتجون تصاميم الدار اللي بيها لمستها. لذلك أعتقد بأنه تعزيز هذه الخطوة بخطوات أخرى مثل افتتاح قاعة الواسطي قريبا جدا أيضا لعرض اللوحات التشكيلية وأيضا المصنوعات اليدوية التقليدية فيها وأيضا عرضها للمواطنين، أيضا راح يسد بعض النقص الموجود في السوق العراقية في مجال الحرف التقليدية والتراثية. في كل عدد هدية لكم، وهدايانا غريبة ومفاجئة أحيانا، ونتمنى أن تنال هدية هذا العدد إعجابكم.
كنا معكم ونحن نتصفح أوراق عدد مجلة الرشيدي لهذا الأسبوع، وبعد أن طوينا الصفحة الأخيرة نقول نلتقيكم الأسبوع المقبل وعدد جديد من أعداد مجلة الرشيد.